تريد تسافر لإيران للسياحة أو العلاج؟ عندي حالك 5 نصايح راح تفيدك في السفر، منها تفادي السرقة والنصب والكثير من النصايح اللي تخليك تدخل إيران وتطلع منها سالما غانما. طبعا هذا من باب تجربة، خلونا الحين نبدأ المقطع لأن أعرفكم تريدوا شيء مختصر. يلا بسم الله. حبيت أخبركم حاجة، أنا ضفت في القناة ميزة الانتساب، يعني إذا انتسبت في القناة راح تكون صديق القناة، يعني راح يكون تواصل بيننا خاص سواء كان في الانستغرام أو في الواتساب أو بالاتصال أو إلى آخره. فيما يخص السفر ممكن أحجز لك تذاكر طيران، ممكن فنادق وممكن تنظيم جدول. اللي بيعرف تفاصيل أكثر عن هذه الميزة أنا حطيت لكم في الأسفل رابط الفيديو لشرح هذه الميزة. النصيحة الأولى، قبل لا تسافر لإيران لازم تتواصل مع مترجم أمين، واختيارك للمترجم أنت راح يسهل لك التواصل مع الآخر سواء كان مع الفنادق أو المطاعم أو المستشفيات إذا كنت رايح للعلاج أو الأماكن السياحية وإلى آخره. وأنا حقيقة جربت شخص أمين جدا، والله هذا الإنسان من باب تجربة أنا أنصحك إذا تسافر تتواصل معه، قل له أنا جاي من طرف عادل ترافل، ما راح يقصر. النصيحة الثانية، جمهورية إيران في هذه الفترة عندهم أزمة اللي هي أزمة النت. النت عندهم تعبان جدا، يعني السرعة منخفضة لدرجة أنك تقول ما شنت. طيب أنا كيف ممكن أتفادى هذه المشكلة؟ خلنا أخبركم، أنت لما توصل إيران بيجيك المترجم بيقول لك نزل VPN. أتقول أنا عندي VPN؟ لا، ما هو، هم عندهم عدة برامج تشتغل وتكون سليمة في جمهورية إيران، وهم يعرفوها هذه البرامج، وراح تشتري أنت هذا البرنامج. يعني إذا كنتوا 3 أشخاص لازم تنزلوا 3 برامج، كل شخص يكون تطبيق، وطبعا هذا التطبيق سعره تقريبا 3 ريال فيما يعادل 7 دولار. ولكن أنا عندي حل ممكن راح يفيدك، جربوها قبل لا تروح إلى إيران، ممكن تنزل هذه التطبيقات. أنا راح أحطهم في الوصف أسامي التطبيقات عشان أنت تشترك في هذا التطبيق وتسوي اليوزر نيم مالك أنت، وينفع تخلي يستخدمه زملائك بدل ما تروح هناك ويدفعوك 7 دولار، هذا 7 دولار 7 دولار، راح تخسر أكثر. جربوا هذا لعل وعسى راح يفيدك. النصيحة الثالثة فيما يخص السكن، أفضل شيء أنك تسكن في شقة. ليش؟ وخاصة إذا كنتوا عوائل، لأن الفندق عنده فقط غرف وهذه الغرف صغيرة جدا خاصة في شيراز. أما الشقق أنت راح تحصل في كل شقة غرفتين أو 3 غرف مع صالة مع مطبخ مع حمامات الله يسكن، إلا إذا كنت تريد تسكن في فندق ولكنه 5 ستار ممكن راح تحصل فنادق فيها غرف أوسع، ولكن طبعا تدفع أكثر. فأفضل شيء الشقق لأنها رخيصة ولأنها واسعة. النصيحة الرابعة، كما تعرفوا أن عملة إيران هي التومان أو الريال الإيراني. فيها مشكلة أن فيها أوراق كثيرة، يعني مثلا ريال واحد عماني يساوي 100,000 ريال إيراني، يعني أنت راح تشيل في محفظتك أوراق كثيرة، فهي صعب عليك لما تتسوق. ولكن عندي حل حالكم، المترجم اللي رحت عنده أول ما وصلت عنده خبرني، قال لي إيش رأيك أنا أعطيك بطاقة بنك، وهذه البطاقة راح نودع فيها المبلغ اللي تعطيني إياه كاش. يعني مثلا أنا أعطي 50 ريال عماني عنده كاش، بعدين نحسب كم 50 ريال يساوي بالريال الإيراني، وراح يحول بالريال الإيراني في بطاقة البنك. الحين أنت تروح تطلع تتسوق مطاعم أو أي مكان، أنت تستخدم هذه البطاقة، ما راح تستخدم أوراق نقدية. زين طيب عادل، بعض المحلات ما فيها بالفيزا؟ لا فيها، راح يسهل لك كثير أن تستخدم الأوراق المالية مالهم لأنها كثيرة. وكذلك نفس الشيء راح تتفادى العملة المزورة، لأنه الحين عندهم في ضعاف النفوس، لما تروح تصرف من عندهم يعطوك من ضمن الأوراق اللي عطوك إياها هذيك الهبشة، في من ضمنهن أوراق مزورة، وعرف ناس صارت لهم. النصيحة الخامسة والأخيرة، احذر من المتسولين والنصابين، يعني لا تخرج وحدك في الليل حتى النهار، يفضل أنك تخرج مع المترجم، وإذا فكرت أنك تخرج وحدك ماشي مشكلة، ولكن احذر، بيجيك حرمة أو بيجيك أطفال يطلبوا منك مبلغ، لا تعطي أي شخص. تقول يا عادل أرد سوى خير، سوى خير لما يكون معاك المترجم، لكن لما تكون وحدك لا تعطي أي حد، لأنك إذا عطيت شخص واحد بيطلعوا لك من باطن الأرض واقدين، بيجيك فلان وعلان ويقول لك أنت عطيته هذاك، أنت لازم تعطينا أنا، وما بيضربوك، ولكن مشكلة أنك راح تتوتر طول الرحلة. ونفس الشيء احذر، بيجيك شخص لما تكون وحدك بدون مترجم بيقول لك معلومات، مثلا شرح عن المكان أو شرح عن السوق، أو يقول لك مثلا إذا بغيتني أنا أصرف لك عملة أو أدليك في مكان صرافة أو أي شيء، يحاول كأنه يعطيك معلومة، بعد ما يخلص يقول لك أعطيني مبلغ. قل له ليش؟ يقول لك لأني أنا قدمت لك خدمة،
اللي هي عطيتك معلومات تفيدك فتفادى هذا الموقف. إذا صار لك هذا الموقف وخلاص أنت بست، عندك حلين. الحل الأول طنشه، روح ما كنك تسمعه. الحل الثاني إذا استمر قول له لحظة شوي الحين بتصل بالمترجم عشان يجيني يتفاهم معك. طبعا هو بيخاف بيتوكل. قصة شاب عماني سرقوا منه 820 ريال. إذا باين تعرفوا القصة أنا راح أطرحها في الانستغرام إن شاء الله، تابعني بس في الانستغرام. وجينا لنهاية المقطع، شكرا لكم على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة إذا كنت ما مشترك، وكذلك سووا لايك لهذا المقطع. سلام.